بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاحباء، اهلا بحضراتكم فيديو جديد. دعم الهيافه، دعم الهيافه، دعم الهيافه لو حصل في اي مكان او في اي بلد لابد وان تدخل هذه البلد في مشاكل كثيره جدا. لما بيحصل دعم للهيافه والتفاهه والسطحيه في اي مجتمع او في اي بلد اكيد هتحصل مشاكل كثيره جدا لهذا المجتمع او لهذا البلد. للاسف الشديد دعم الهيافة ده موجود عندنا في بلدنا للأسف الشديد. دعم الهيافة على اختلاف أشكالها وأنواعها ويعني مشاربها زي ما بتقال. لما بيحصل دعم للهيافة بتنتشر هذه الهيافة، لأن في دعم ليها. دعم يعني يا جماعة مساعدة أو وقوف جنب الهيافة، حماية للهيافة، نشر للهيافة أو التفاهة. فطبيعي لما بيحصل دعم بيحصل انتشار للهيافة والتفاهة دي ما بين أهل هذا المجتمع أو الناس اللي عايشين في هذا المجتمع بشكل كبير، وكل واحد بيمني نفسه بالمكاسب اللي هيحصل عليها من وراء الهيافة اللي هو بيمارسها. طب احنا بندعم الهيافة ازاي في مجتمعنا؟ بندعم الهيافة اللي احنا بنجيب ناس تافهين وهيفين مالهمش أي قيمة على الإطلاق لمجرد ان هم حققوا انتشار يعني ملوش اي مبرر او سند لا من عقل ولا من منطق، بنجيبهم بنحتفي بيهم وبنقدم لهم او بنفتح لهم البلد عندنا بشكل كامل، وبيحققوا من وراء الزياره بتاعتهم او مجيئهم الى وطننا مكاسب خياليه. وده حصل بشكل كبير جدا وفج جدا وواضح جدا مع نويل روبنسون اللي هو البلوجر الالماني ابو شعر كثيف ده، و جانكيز اللي هو ياسين جانكيز اللي هو ابو كرش التركي. تخيلوا ان الاثنين دول خدوا ملايين او بلاش ملايين، الاف الدولارات، يعني خدوا فلوس كتير جدا جدا جدا. والثابت عندي ان ياسين جانكيز خد فلوس وبالعمله الصعبه اللي احنا مش لاقيينها بشكل كبير جدا. طيب لما واحد زي ده يجي من بره ما عندوش اي امكانيات وبيقدمش اي حاجه غير انه بيهز كرشه، او التاني بيقوم شايل لي الغطا من على شعره وشعره يتفرد، ادي الامكانيات بتاعتهم او ادي اللي هم بيعملوه واللي حققوا انتشار بسببه، يعني اسباب لا تعد اسباب اصلا للانتشار، ما نقدرش ان احنا نعتبر ان ده سبب الانتشار. ايه اللي يحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل في المجتمع ده؟ والمجتمع مع وضع في الاعتبار ان المجتمع في حالة من الركود وحالة من الفقر الشديد وفي ازمة اقتصادية والكلام ده كله، طبيعي ان الناس او عدد من المواطنين هيلجأوا الى هذه التفاهة، لان هم شايفين ان ناس تافهة وهيفة ما عندهمش اي امكانيات وبيقدموش اي حاجة مفيدة او نفعة وما بيعملوش اي حاجة اصلا، حققوا مكاسب خيالية، وبالتالي هيحصل جزء من المجتمع هيتجه الى هذا الموضوع. وده اللي حصل بالفعل. بعد ما الاخ ياسين جانكيز والاخ نويل روبنسون زاروا مصر ظهر عندنا النسخة المصرية. احنا كده، احنا كده لازم نقلد، لازم نقلد. ليه بقى النسخة المصرية؟ واحد عنده كرش في مصر هنا، شاب لديه كرش يشبه كرش ياسين جانكيز، قال لك طب وانا كمان، طب ما انا جحا اولى بلحم طوره، طب ما انا المصري، يعني ياسين ده يجي من تركيا ياخد دولارات ويفلسع، طب ما انا ابن مصر انا اولى بهذه الدولارات. وظهر بعد كده عيل برضك عامل شعره زي نويل روبنسون، نشوف كده مع بعض هم بيعملوا ايه ونرجع عشان يعني نعلق على الخيبه الثقيله اللي احنا بقينا فيها، نشوف كده مع بعض. اللي حضراتكم شايفينه ده يا جماعه ده لقاء السحاب، وهو ده المعنى الحقيقي لدعم الهيافه والتفاهه. تخيلوا ان دول بيقلدوا السيء، يبقى هم ايه؟ يعني عندما يتم تقليد السيء فاكيد التقليد هيبقى اسوأ وانيل. طبعا المشاهد اللي انا عرضتها لحضراتكم او المشهد ده وغيره بقى، غيره، احنا عندنا ابو دراع وعندنا ابو كرش وعندنا ابو شعر وعندنا يعني ممكن ابو رياله مع احترامي ليكم يعني، وعندنا يعني ابو حددوا بقى يعني او حدثوا ولا حرج يعني، ممكن يظهر بعد كده حاجات ابشع واشنع من كده يعني. المشهد ده مشهد صادم ومشهد مبكي، يعني المفروض احنا نبكي لما نشوف الوضع وصل بينا الى هذه الدرجه. وده يا جماعة اللي انا عرضته ده هي دي ضريبة نشر التفاهة ودعم التفاهة. لو كانت البلد
او الناس اللي بتقدم الهيافة دي، سواء بقى ناس بتدعمها بنومة بيجيبوا الناس دول يصطرفوهم في مصر هنا، او مطاعم او شركات او اي حاجة بيقدموا لهم الدعم ويجيبوهم عشان يعملوا لهم دعاية، لو كانوا جابوا ناس محترمين وناس فعلا بيقدموا خدمات محترمة للمجتمعات او للعالم او لبلادهم او حتى للبلاد اللي بيزوروها، كنا هنقدم رسالة. وانا اتكلمت في الجزئية دي كتير وهفضل اتكلم فيها، لان مشكلة دعم الهيافة موجودة وقائمة وبتزيد بتزيد، والمجتمع بيتاخد في سكتها لغاية لما هنوصل لمرحلة مش هنلاقي عندنا مبدعين ولا مفكرين، هنلاقي عندنا جيل كامل من التافهين. طب البلد ساعتها هتعمل ايه؟ ما الاجيال يا جماعة الصغيرة دلوقتي هم اللي هيقودوا البلد دي في وقت من الاوقات، لما نقدم للمستقبل اجيال عقولها مخوخة وفاضية وما فيهاش اي حاجة الا الهيافة، يبقى البلد دي هتدار ازاي؟ فطبعا زي ما انا قلت الجهات الداعمه للهيافه دي اللي بيجيبوا الناس دي مصر ويدوا لهم الاف الدولارات، ده بيعمل ويستنج ابيتايت، يعني بيفتح شهيه الهايفين والتافهين اللي في مصر ان هم يدخلوا في هذه السكه، وبيفتح شهيه ناس تانيين ممكن تكون نسبه الهيافه عندهم قليله لكنها بتعلى بعد ما بيشوفوا المناظر دي. زي ما انا قلت في ازمه اقتصاديه، في حاله من الفقر، في حاله من العوز، الناس كلها تعبانه، وبالتالي شايفين ان واحد بيهز في كرش بياخد دولارات، وواحد نكش لشعره وشعره شبه القرد بياخد برضك، او جه عمل برضك الناس كانت بتتلم حواليه وبياخد دولارات ورحلات وفسح وسبونسرز والكلام ده كله. فطبيعي ان الامر ده هيفتح شهيتهم انهم يعملوا زيه. اولا امر مش محتاج اي مجهود ولا محتاج اي فكر ولا اي ابداع من اي نوع، وهنعمل حاجات زي كده هيفا وناخد فلوس. فظهرت عندنا الاشكال اللي حضراتكم شفتوها دي، وللاسف الاشكال دي وغيرهم كتير موجودين على الساحه، ابتدوا برضو مطاعم تستضيفهم واماكن كافيهات وحاجات زي كده عشان يعملوا لهم اعلانات. طيب انتم متخيلين ان واد زي اللي بيهز كرشه ده، ولا الواد اللي هو المصريين بقى، النسخه المصريه اللي هي اصلا مقلده من شيء عفن، فتخيلوا بقى التقليد يبقى عامل ازاي اذا كانوا هم تقلدوا اشياء عفنه، فما بالكم بقى التقليد يبقى عامل ازاي، اكيد اعفن. فتخيلوا ان واد زي اللي بيهز كرشه ده واي حد عنده كرش زيه، الواد ابو شعر ده واي حد عنده شعر زيه، هل دول ممكن في يوم من الايام بعد ما يذوقوا طعم الفلوس السهله والسريعه ده قاعدين بياكلوا وبيشربوا وبياخدوا فلوس، هل ممكن دول يرجعوا ينخرطوا في المجتمع عشان يقدموا شيء طيب وشيء نافع فيه بعد كده؟ انا لا اعتقد هذا. يعني الناس دي ذاقت طعم الفلوس السهله واللي من غير تعب ومن غير مجهود، واحد عنده دهون على بطنه الدهون دي جابت له فلوس، تخيل القرف، يعني الدهون اللي الناس بتشمئز منها واللي بتسبب امراض واللي اي حد عنده كرش بيتمنى انه يخلص منه، ده كرشه ده بقى يجيب له فلوس، او على الاقل قعده في مطاعم ما كانش يحلم يقعد فيها ولا يعدي حتى من قدامها وياكل فيها. طب انتوا متخيلين ان حتى ده لو خد له 1000 جنيه في الاعلانات اللي بيعملها ولا الاعدادات الزرقاء اللي بيعملها في المطاعم والكافيهات، ده هيبقى عايز يشتغل اي شغلانه ثانيه او يبقى عنده استعداد يتعلم صنعه او يتعلم حرفه او يتعلم بشكل عام؟ مستحيل طبعا، مستحيل. طيب اي حد عنده كرش ويشوف الواد ده يعني انطلق كده زي ياسين جنكيز كده يقول لك خلاص، طب ما انا هز في كرش انا كمان هزها تجيب رزقها، واي واحد عنده شعر كمان زي ده يقول لك طب ما انا كمان اربي شعري وانكشه كده جايز برضك ايه، يعني انكشه يعني برضك جايز ايه تظبط معايا. وهنبص هنلاقي عندنا دي عدوى بتنتقل بشكل كبير جدا ما بين افراد الشعب. طبعا اكيد مش كل الناس هتفكر كده لان في ناس محترمين، ولكن ده على الاقل حتى لو يعني عدد عمل الموضوع ده فدي كارثه ودي مصيبه. زي ما انا قلت النهارده الناس بتدور على السكه السهله والسريعه اللي يجيبوا منها فلوس عشان خاطر الاوضاع الاقتصاديه المطينه اللي احنا عايشين فيها، وبالتالي المواضيع دي اهي حاجه بقى مش محتاجه مجهود ولا تعب ولا مذاكره ولا بذل اي شيء من اي نوع، وبيحققوا مكاسب خياليه او بيحققوا مكاسب عموما، فاي حد هيشوفها دول بيعملوا كده هيقلدهم، وللاسف بيلاقوا ايه اللي بيدعموهم. يعني اي حد هيطلع يعمل هيافه دي احنا بنشوف يا جماعه على السوشيال ميديا والله فضايح، فضايح بمعنى الكلمه، بنشوف فضايح وبنشوف ناس بتعمل. النهارده عندنا في موضه كده برضو ضربت كده في السوشيال ميديا
ده شبيه الفنان الفلاني، شبيه عادل امام، وشبيه طلعت زكريا، وشبيه كريم محمود عبد العزيز، وحضراتكم اكيد بتشوفوا الكلام ده على السوشيال ميديا، وشبيه مش عارف مين اللي هو سليمان عيد، وشبيه 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 عبد الحليم حافظ. بقت شغلانه، بقت سبوبه، بقت سبوبه، وتبصوا تلاقوا ناس ما فيش اي ادنى شبه لا شكلا ولا موضوعا، ويجيبوهم لمجرد ان في ناس صحفيين تافهين وما عندهمش حاجه يقدموها، عاوزين يقدموا اي حاجه يحشوا الفراغات اللي موجوده عندهم في مواقعهم او الصحف بتاعتهم. الكلام ده يا جماعه كلام في منتهى الخطوره. دعم الهيافه والتفاهه داخل اي مجتمع مش هيقود الا الى نهايه مهببه ومظلمه. زي ما انا قلت، احنا هيبقى عندنا جيل كامل او على الاقل عدد كبير من الجيل اللي المفروض يقود البلد دي في يوم من الايام في القطاعات المختلفة وفي الميادين المختلفة، هيبقوا كلهم ناس تافهة وناس هايفة بشكل كبير جدا. يبقى ازاي البلد دي هتقاد؟ ازاي البلد دي تطلع لقدام او تتحرك خطوة واحدة لقدام؟ انا بقدم الرسائل دي من خلال القناة، يعني لعل وعسى تكون يعني تظبط شوية بقدر الإمكان، ولو حتى بنسبة ربع في المية، ولكن أنا عملت حاجة أو قدمت شيء نافع للمجتمع. يا جماعة دعم الهيافة اللي المفروض ندعمهم عشان نقدمهم كنماذج وكقدوة لأبنائنا، الناس المحترمين، الناس اللي اشتغلت على نفسها، الناس اللي بتفكر صح، الناس العباقرة اللي بشغلوا مخهم، اللي اجتهدوا في حياتهم، اللي درسوا، اللي تعبوا، اللي فكروا، اللي عملوا، هم دول اللي المفروض نقدمهم. مش نقدم واحد بيهز كرشه وواحد بيكش لشعره ونقول ان دول نماذج ونجيبهم ونحتفي بيهم زي ما يكونوا ابطال، يعني زي ما يكونوا ابطال، ده احنا يعني بيستقبلناهم استقبال الفاتحين في مصر، ده لو صلاح الدين الايوبي مش هنقابله كده. فيعني الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا بنبص على المجتمعات الغربيه، المجتمعات الغربيه بيتلقوا العقول المستنيره من الدول اللي بيسموها دول عالم ثالث زي حالاتنا كده، افريقيا والدول العربيه والكلام ده كله، بياخدوهم بيصدروا لنا احنا التفاهات والهيافات والعري والجنس والكلام ده كله، وبيستقبلوا من عندنا العقول المحترمه، يفتحوا لهم المجالات كلها ويدوهم كل الامكانيات، وبيبدعوا وبيفيدوا هذه المجتمعات، وبعد كده وطبعا بيتلقوا طبعا مقابل سخي قصاد الخدمات اللي بيقدموها للمجتمعات دي، سواء في امريكا او في اوروبا او اي دول من الدول المحترمه اللي بتفكر صح، وبالتالي بيفضلوا موجودين هناك وعايشين هناك. احنا عندنا عقول مصرية جبارة وعقول عربية جبارة موجودة في أوروبا وفي أمريكا، وساهموا في تنمية هذه البلاد، وشغالين في أماكن حساسة جدا، ده بعضهم شغال في يعني برامج الفضاء، برنامج الفضاء الأمريكي والمعامل اللي موجودة هناك والكلام ده كله، ومع ذلك خلاص مش هيرجع ليه؟ هو الدنيا هناك مفتوحة له وإمكانيات عالية، وهو بيفيدهم بخبرته وبعلمه. إحنا بقى هنا ندعم مين؟ ندعم أبو كرش وأبو شعر وأبو دراع، ندعم الفنانين، المهرجانات بتاعة الفن اللي هم كل اللي بيعملوه في المهرجان بيروحوا الممثلات عشان يتعروا، والرجال عشان يتصوروا، كل واحد هو مراته وبيبص على الريد كاربت والزفت كاربت على دماغهم، أدي اللي عندنا، أدي في مجتمع. هل تتوقع إن مجتمع زي ده ممكن يطلع لقدام؟ ممكن يخطو خطوة واحدة للأمام؟ أنا أعتقد إن لأ، مستحيل. مستحيل. يعني يعني انا خلاص كده يعتبر يعني يعني انا اتكلمت في القصه دي كتير، و يعني هفضل ان شاء الله اتكلم فيها طالما ان المشكله قائمه. يعني طول ما المشكله قائمه وطول ما الهيافه والتفاهه دي موجوده لازم نقف ونتصدى ليها، لان انتشارها ده عامل زي السرطان والعياذ بالله يا جماعه. انتشارها فعلا هتدمر هذا المجتمع تدمير كبير جدا، وزي ما انا قلت الموضوع ده بيستقطب عدد كبير من الناس. النهارده كل واحد بيدور على المكاسب السريعه السهله، حاجه زي كده مفيش اسهل من كده، هز كرشك اكسب، انقش شعرك اكسب، مش عارف اعمل اتعرى اكسب. الكلام ده كلام في منتهى الخطوره، ولا يقيم مجتمع، ولا يقيم يعني ناس محترمين داخل المجتمع. فاتمنى ان احنا نصحى شويه لنفسنا، ويعني بلاش دعم الهيافات والتفاهات دي. الحاجات دي منتشره يا جماعه، ادخلوا على السوشيال ميديا هتلاقيها منتشره مغرقه السوشيال ميديا. ده حلال ولا حرام؟ احنا بنقدم ايه لابنائنا الصغيرين؟ طب احنا كبار وفاهمين وعارفين الصح من الغلط، طب الصغيرين اللي بيتاثروا بالكلام الفارغ ده، انت ممكن تلاقوا عيال ماشيين في الشارع بيهزوا في كرشهم وتبقى موضه، او ينكش شعرهم وتبقى موضه، هتبقى كارثه بعد كده، هتبقى كارثه. وصعب جدا ان عيل صغير او طفل صغير يتاثر بالكلام ده كله، هتشيل الكلام ده من دماغه ازاي؟ احنا للاسف مفيش حاجه بتتوجد عندنا في مجتمعاتنا وتكبر وترعرع وتستمر الا كل ما هو سيء.
القيم الحلوه والجميله بتختفي والاشياء السيئه بتفضل موجوده وبتكبر زي ما قلت وبتفضل ماسكه فينا ومكلبشه في مجتمعاتنا. احنا اللي بنعمل كده في نفسنا يا جماعه. الا قد بلغت، اللهم فشل. اتمنى ان احنا نفوق قبل فوات الاوان، لان الصدمه هتبقى عنيفه جدا وقويه جدا لما نفاجئ ان احنا مش لاقيين حد يقود البلد بعد كده في المستقبل. هنبص نلاقي كل واحد، انت ايه يا ابني امكانياتك؟ كان عندي كرش وبهزه ليه؟ ما ده اللي كان شغال وقتها. انت ايه يا ابني انا عندي شعر وبنكوشه ليه يا ابني؟ طب انت عندك علم، عندك ثقافه، عندك اي حاجه تقدمها لوطنك لبلدك لمجتمعك؟ لا، هتلاقوا دماغ فاضيه. بتوع بقى الاغاني المهرجانات وبتوع السوشيال ميديا والكلام، ومفيش اي حد عنده اي علم ولا اي خبره من اي نوع، لان خلاص بقى في سكه سهله للشهره والفلوس. طب انا هتعب نفسي ليه؟ هتعب نفسي ليه واذاكر ليه واجتهد ليه؟ طب ما انا عندي سكه شورت كات اهو، طريق مختصر اكسب او احقق من وراء المكاسب اللي انا عاوزها. الامر ده في منتهى الخطوره يا جماعه، وصدقوني الكلام اللي انا بقوله ده على المدى البعيد والمدى ممكن القصير كمان يعمل مشاكل كبيره جدا وكارثيه داخل المجتمعات بتاعتنا. زي ما انا قلت، الا قد بلغت اللهم فاشهد. اتمنى ان كلامي ده يعني يكون له اثر طيب عند حضراتكم وعند اي حد بيسمعه، ونبطل ندعم الهيافه. دعم الهيافه لن نجني من ورائه الا كل الخراب وكل الدمار لوطننا، وهذا ما لا نتمناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.